السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خاوتنا مرحبا بكم معنا من صفحه اثاث الثقه ومن قناه اثاث الثقه. كما وعدناكم خاوتي اثاث الثقه تواصل معكم دائما بالجديد. خاوتنا جبنا لكم لي موديل تاع لي صانو ان شاء الله يكونوا عجبوكم كما عجبونا حنايا خاوتنا. واليوم جبنا لكم موديل شباب الال اللي هو كما راكم تشوفوا فيه خاوتي اللي خرج تحفه ما شاء الله. تضربوا فيه لمحه خاوتنا. نوصفوكم الصالون هذا يا خاوتنا كيما راكم تشوفون فيه. خدمنا لنا يا كابيتوني يعني خرج تحفه ما شاء الله. كودوار تاعو خدمنا له بالاتر كيما راكم تشوفون فيه خاوتي. القاعده تاعو دي 30 يعني حاجه ما شاء الله خاوتنا. التيسي تاعو انزو لا فينيسيون كيما راكم تشوفوا خاوتي. ما نحكي لكمش على لا فينيسيون. خرج تحفه ما شاء الله. كاسينا لكم خاوتنا بالميال بالباج. ما كولر تاعو بزاف شابو. وكما وعدناكم خاوتنا راح بعد دقائق خاوتنا راح نزيد لكم لا كولر واحد اخرى اللي خرج في الكري. خرج تحفه ما شاء الله خاوتنا. السعر تاع الصالون هذا 10 ملايين و 800 خاوتنا وراح نزيدو نساعدوكم فيه. ملاحظه خاوتي لي بي تاعو توجور في الاتر مرفوض على القاعه كما راكم تشوفوا فيه. وزدت سناونا خاوتنا راح نزيد لكم موديل الثاني.